صباح الأمل وصباح السعادة يعني والطاقة الإيجابية اللي جتوها لنا من أول ما دخلنا المدينة الجامعية، يعني شغفا وسعيا للقاء بناتنا وأولادنا المتطوعين. صباح عليكم جميل يا رب، وسعداء بالتعاون معاكم جدا وفخورين بكم جدا جدا جدا. الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التعليم، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الغائب الحاضر، تحية خاصة لحضرتك وسعداء باستضافتنا في المدينة التعليمية اللي بنشوفها صرح كبير جدا. الحقيقة وزارة التربية والتعليم لها أن تفخر بيه، وسعداء بشراكتنا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بينوب عن الدكتور رضا حجازي، الدكتور أكرم حسن مدير مركز تطوير المناهج. تشرفنا بمعرفة حضرتك وأهلا وسهلا بيك. الأسقف العام والنائب البابوي، الأنبا ميخائيل مسؤول لجنة الصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالكنيسة المصرية، ممثلو وزارات الداخلية والشباب والتربية والتعليم والتعليم الفني والتضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، وكل الجهات الشريكة من الجهات الحكومية والأهلية، السادة رجال الدين ممثلو دار الإفتاء المصرية والكنيسة المصرية، صديقي وأخويا العزيز وزميلي الفاضل ورفيق كفاح طويل ومناصر قضايا مكافحة الإدمان في مصر، واللي كلنا بنفخر بيه مش بس كزميل عمل لكن كصاحب مهمة سامية، زميل العزيز الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ورئيس صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي. يعني أنا بصرف النظر عن علاقتنا في الصداقة والزمالة، لكن أنا دايماً يعني لما بقول زملائنا في الوزارة، عمرو عثمان خير من يسوق القضايا الاجتماعية في المجتمع في كافة الأنحاء في القرى بينجح.